قبل التساقطات المطارية الأخيرة اللي عرفتها البلاد، الحمد لله كانت باشرة خير على الفلاحة. صراحة أن يعني نعشات نوعا ما يعني الفلاحة في البلاد، وساهمت بشكل أو بآخر في التنمية ديال المياه ديال السلوك فيما يخص يعني التأثير ديالها على الأسواق ديال الجملة. الحمد لله حاليا الأسواق خصوصا سوق الجملة خضر فواكه مدينة الدار البيضاء، فإن السلع متوفرة بشكل كافي لدرجة أن يعني العرض يفوق الطلب، وهذا اللي انعكس على الأثمنة ديال السلع. الحمد لله احنا اليوم كنشوفوا السلع متوفرة بواحد الأثمنة يعني في المتناول ديال المواطن المغربي وديال المستهلك المغربي. مثلا البطاطيس الأثمنة الثمن ديالها كيتراوح في سوق الجملة من 2 درهم حتى لدرهم ونص، البصلة الخضارية من درهم ونص حتى ل 80 فرانك، بالنسبة للطماطم من 3 درهم حتى ل 2 درهم على حسب النوعية والجودة ديال السلعة. الحمد لله نبغي نطمئن المواطن المغربي بأن يعني الموسم ديال رمضان فالسلع غادي تكون متوفرة بشكل يعني يلبي الاحتياجات ديال المستهلكين وديال المواطنين، وما كاينش الحمد لله شي تخوف من شي منتوج يكون يعني قليل في السوق. والأثمنة راه غادي تبقى يعني مقارنة مع يعني الإنتاج اللي كاين حاليا، الأثمنة راه غتبقى في المتناول إن شاء الله، وغتكون في المتناول ديال المستهلك المغربي بشكل عام.